في إطار التسامح الديني الذي تضمنه المملكة المغربية لكل الأجانب المقيمين بالمملكة المغربية، يتم تعزيز كل أماكن العبادة والأماكن التي يرتادها الأجانب بمختلف انتماءاتهم الدينية، كذلك تأمين كل الأماكن التي تعتبر أماكن احتفالات بالنسبة لهم خلال هذه السنة، سواء في إطار نوادي، في إطار محلات عمومية، أو في إطار فنادق، أو في إطار المنازل الخاصة. كل هذه الأماكن نحن على علم بتواجدها وكذلك بنوعية الاحتفالات التي ستقام فيها، لهذا تحظى بعناية أمنية خاصة خلال هذه الليلة. كما أن المسار أو المدار السياحي المعروف في مدينة الدار البيضاء، سواء في منطقة الفيدة درب السلطان أو على مستوى المدينة القديمة أو بمحيط مسجد الحسن الثاني أو على مستوى عين دياب والشريط الساحلي والمحلات المعروفة به، تحظى بعناية خاصة غاية لتأمين هؤلاء السياح وتأمين كل المغاربة الذين يشاركون في هذه الاحتفالات، كما أنها مناسبة لإظهار كل ما نملك من قوات لوجستيكية ومن من وسائل لوجستيكية وقوات بشرية وكذلك وسائل علمية متطورة تتبعتم عرضها اليوم، في غاية في إظهار ما نتوفر إليه للمغاربة لنطمئنهم بأن مديريتهم وأمنهم يتوفر على هذه التجهيزات غاية لحمايتهم.